عايز اكلمكم كمان على قضيه يعني مهم، اقدر اقول انه حاجه اثارت الجدل قلقت الناس وشغلتهم، لكن في النقيض تماما قضيه مهمه جدا اثيرت على مدار اليومين اللي فاتوا طبعا تستحق اننا نتكلم عنها. لما نعرف انه الرجل العظيم اللي ساب لنا المقوله العظيمه اللي احنا بنفضل نقولها طول الوقت، التعليم كالماء والهواء، اللي فضل يتكلم ويفكر اجيال كتيره متتاليه انه التعليم ومجانيه التعليم احنا مدينين فيها لهذا الرجل، زي ما طبعا هو كان مشوار بدا مع الوزير احمد الهلالي وقتها ثم اكمله العظيم والاديب وعميد الادب العربي طه حسين. لما تعرف انه ده الميراث اللي احنا او هذا الرجل اللي 80% مننا بسببه حصلوا على مجانيه التعليم، مش بس مجانيه التعليم، جوده التعليم. الراجل اللي فضل طول حياته يحارب عشان مستوى التعليم في مصر يبقى في مستوى التعليم العالمي ونجح في ده بالمناسبه. زي ما احنا النهارده او في الفتره الحاليه بنحاول نحسن التعليم عشان يبقى مستواه عالمي، لكن احنا بنقاوم. هذا الرجل عاش المقاومه دي ونجح فيها، الاديب الكبير طه حسين. الحاجات الكتيره دي اللي احنا ما نعرفهاش عن طه حسين، وانه من اعظم من اثروا الحركه الادبيه العربيه في العالم في زمانه، هذا الرجل مهم، ومهم ان يبقى فيه ترند، ومهم اننا ننفعل ونقلق ونسأل هو يعني ايه اصحى الصبح الاقي فرنسا بتقول احنا نرحب بنقل رفات الاديب الكبير طه حسين عند يعني ايه؟ يعني ايه احنا في مصر لسه بنسأل هو فعلا في قرار ازاله لمدفن الاديب الكبير طه حسين؟ طب سؤال تاني، يعني ايه الصوره اللي احنا شفناها بتاعت ان هو ده شكل المقبره اللي فيها الاديب الكبير ده شكلها؟ حتى من قبل ما يتحط عليها الاكس ده، انا عارفه انه النهارده اتشالت واتدهنت بلون سيء جدا، لكن يعني ايه هو ده يبقى شكلها؟ ويعني ايه الناس تقعد ثلاث ايام بتشارك الصوره دي وما يبقاش عندنا رد رسمي من حد مسؤول يقول لنا صحيح هيتم الازاله او لا مش صحيح مش هتحصل كده؟ يعني ايه؟ احنا ليه طول الوقت بنتاخر في اننا نعمل ردود افعال؟ بالمناسبه انا متاكده وقبل ما ناخد المداخلات إنه أي تحرك رسمي من الدولة هيحصل تحرك كريم ولائق بهذا الأديب العظيم، مش مزايدة ومش استباق للأحداث أبدا، لكن في الغالب كده إحنا بنعرف نص الحقيقة، ونص الحقيقة الكافي إنه يخلي الناس تغضب ويختفي الرد، محدش يرد، فما نبقاش عارفين، فالناس تعتقد إنه نص الحقيقة ده هو كل الموضوع، والناس تغضب ويبقى فيه ردود أفعال. على كل حال أنا عاوزة أبدأ من النص الأخير من القصة، لأنه بعد ما الناس انفعلت بسبب الأكس المحطوطة دي وبسبب كلمة أنه يصدر قرار إزالة لهذا المكان اللي الناس مفترض أنها تحترمه، مقبرة الأديب الكبير طه حسين، وزي ما سمعنا وقرينا وده برضو مش اقتراحي، لكن أنه دي فرصة، يمكن احنا ما كناش مقدرين قيمة هذا الرجل، فرصة نقول لأجيال ما تعرفش عنه، فرصة نعمل متحف لمقتنيات طه حسين، فرصة أننا نعمل مكان لائق يدفن فيه وتعرض فيه مقتنيات، أي فكرة أو أي حل يكون كريم ولائق بهذا الأديب الكبير. خلونا نبدأ من عرض فرنسي، وإحنا تأكدنا أنه حقيقي، احنا برضو اتوقعت انا شخصيا انه حاجه مش حقيقيه، يعني مش ممكن الموضوع يكون وصل لفرنسا وفرنسا ردت واحنا هنا لسه ما ردناش. الاستاذ حسن الزيات حفيد الاديب الكبير طه حسين معانا على التليفون. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ استاذ حسن، اولا وفورا ودخولا في الموضوع، هل حقيقي انه حصل عرض من فرنسا بانه نقل رفات عميد الادب العربي الى هناك؟ اطمني استاذ، اذا كان حصل فهو ما تعرضش على العيله، انا معلوماتي ان ما حصلش، ان ما فيش حاجه من دي، ما فيش ولا دوله في العالم عرضت ان احنا ننقل رفات المصري بتاع حسين اللي عاش لمصر ومات في مصر واتدفن في مصر هيفضل في مصر. أستاذ حسن، المعلومة اللي عندنا بتقول إنه كل الصحف العالمية تداولت الخبر من مصادر فرنسية، فبالتأكيد حضرتك عندك التصحيح. الحاجة الوحيدة اللي أنا شفتها قبل ما يكون في حاجة من دي كان في خبر على موقع روسي
واحتمال يكون هو ده مصدر الخبر ده كله، وهو ممكن أكد لك إنه غير صحيح. ما فيش بلد هتطلب نقل رفات حد من بلد تانية إلا إذا كان أصحاب الشأن طلبوا منهم. بالظبط، وده ما حصلش. وساعتها يقولوا موافقين أو مش موافقين. لكن إنما يطلع لك عنوان يقول فرنسا تعرض. أنا شخصيا شفت إنه محاولة لتأجيج غضب الناس، اللي هو حقيقي بالتأكيد لازم يكون في منطق نتكلم منه، وبالتأكيد إنه ده طلب غير منطقي طبعا. وكمان إحنا عاوزين نعرف رأي حضرتك أصلا في الموضوع. رأيي زي ما قلت لك، طه حسين ولد في مصر، عاش لمصر، كافح لمصر وللمصريين، دفن في مصر ولن يترك مصر. طيب، ولو نزلت قنبلة ذرية دلوقتي على المدفن واختفت رفات طه حسين من البلد، طه حسين موجود في قلوب كل المصريين. مفهوم طبعا. الأثر أكبر بكتير من فكرة إن احنا نتكلم عن مدفن، لكنه إكرام، وده عادتنا في إكرام. وده بيجيبني لموضوع تاني أنت أثرتي حضرتك، إن هو يكون في مكان يجمع تراث. المكان موجود في متحف الهرم في الفيلا رمضان اللي كان ساكن فيها طه حسين، وخدته وزاره الثقافه وعملته متحف. المكان ده موجود. حلو. اما المدفن فده شيء خاص بالعيله. سنه 73 دفننا طه حسين في هذا المكان، وارملته زرعت شجره صمت او ميموزا اللي هي تعمل ريحه جميله، لان كان موجوده في الهرم وكان بيستمتع بريحتها. كويس. فاتت السنين وحصلوا اخوه المهندس عبد المجيد حسين اتدفن معاه هناك، ثم بنته امينه طه حسين، ثم زوجها الدكتور محمد حسن الزياد، ثم اربعه تانيين منهم اختي الصغيره منى. ففي ثمان بني ادمين مدفونين في هذا المكان بقالهم اكثر من 49 سنه، هيتموا 50 سنه السنه الجايه. كويس. واحنا هنا اللي فاضلين مننا عايشين لسه، كنا بنقول ان ده المكان اللي احنا هنروح فيه. طيب استاذ حسن، لما ظهرت علامه اكس استغربنا، قلنا عيال بتلعب، ايه اللي بيحصل؟ سمعنا ان في حتت ثانيه اتعملت عليها علامه اكس ثم ازيلت، فتخضينا. انتظرنا اعلان او اختار من الجهات الرسميه يقول لنا سوف تزال المقبره، ما حصلش. بعتنا نسأل في المحافظة، قالوا لنا مش تبعنا ما نعرفش حاجة. بعتنا نسأل في الهيئة الهندسية، قالوا لنا لا ما فيش مخطط. المتحدث باسم محافظة القاهرة قال إن إحنا بنعمل بلبلة وإن ما فيش أي كلام من ده هيحصل. اطمنا نوعا ما. ثم ظهرت كلمة إزالة على المقبرة، وأزيلت فعلا المقبرة اللي جنبها واللي قبلها وكذا واحدة، والمصنع اللي في الشارع اللي قصادها، فعرفنا ان في حاجه بتتعمل. حاولنا تاني نعرف ايه اللي بيحصل، ما عرفناش. لحسن الحظ النهارده راحت لهم تعليمات بانهم يشيلوا كلمه ازاله ويشيلوا الاكس، وجت بيان من المحافظه ينفي نيه ازاله المقبره. احنا اطمنا. حضرتك اطمنت ودي حاجة كويسة، لكن احنا لسه عندنا تساؤلات اعتقد تخص اذا كان كلام حضرتك بخصوص ازالة ما حولها، واذا كان ده سيناريو لسه مطروح، احنا كمان نحب نفهم. بالتأكيد احيانا يحدث ازالات، تحدث بطريقة لائقة، يحدث ابلاغ للناس، تواصل مع الناس، يحدث لا اقل شيء ممكن تنتظريه ان اذا كان في نية ازالة لابد من ابلاغ صاحب الشأن. طب لكن حضرتك بتؤكد ان ما حصلش اي تواصل معاكم بهذا الخصوص؟ خالص. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن الزيات، حفيد عميد الادب العربي طه حسين.